ألف هند في لوحة يوميا، بناء حضري فعال وإمكانيات لا حصر لها. نقدم لكم مجمع إنتاج البناء الهيكلي الأحادي لبناء الأحياء والمدن الصغيرة بشكل كامل. المصنع قادر على إنتاج ما يصل إلى 1000 في لوحة يوميا، مما يسمح ببناء ما يصل إلى 10,000 متر مربع من المساكن يوميا أو 3,000,000 متر سنويا. وبناء مدينة تضم 100,000 ساكن مع جميع البنية التحتية لن يستغرق أكثر من عام واحد. علاوة على ذلك، تتوافق هذه المساكن مع المعايير الأوروبية للراحة والسلامة وكفاءة الطاقة. تتيح تقنية الهيكل الأحادي البناء في أصعب الظروف الجوية وبأساليب معمارية متنوعة، وبفضل استخدام أعمدة حاملة بأحجام وكميات مختلفة يمكن إقامة المباني حتى في المناطق النشطة زلزاليا. لقد قمنا بتطوير مئات الخيارات المختلفة للواجهات والشرفات وعشرات المخططات للمدن الصغيرة بشكل كامل. حتى الآن تعتبر تقنية الهيكل الأحادي التقنية الوحيدة المثبتة عمليا القادرة على توفير بناء 3,000,000 متر مربع من المساكن سنويا بأسلوب صناعي وبأقل استخدام للأيدي العاملة وبتكلفة منخفضة قياسية. انتقل إلى الرابط واحجز استشارة مجانية مع مهندسين.